وللحديث أكثر ينضم إلينا من الجليل أليف صباغ الباحث في الشأن الإسرائيلي. صباح الخير سيد أليف. بداية نبدأ من التصريحات الخاصة بالرئيس الأمريكي جو بايدن التي ظهرت فيها تغير اللهجة باتجاه إسرائيل وسلوك نتنياهو خلال هذه الحرب، هل نتوقع أن نرى انعكاساً لهذا التغير في الخطاب الأمريكي على المحادثات وموقف إسرائيل من المفاوضات الخاصة بصفقة التهدئة؟ حقيقة كان هناك موقف أمريكي لافت بأن أمريكا لن ترسل الأسلحة أو القذائف الثقيلة، وهي قذائف كما تسميها أمريكا قذائف غبية وليست دقيقة، ولذلك يمكن أن تقتل المدنيين كما قتلت المدنيين سابقا. ولكن التعليق الإسرائيلي، الرد الإسرائيلي مباشرة كان وتحدث عن الرد الرسمي، أن هذا الإجراء الأمريكي سيمنع إسرائيل من الانتصار، وأن يعني هذا يجعل الأمر أصعب ويجعل المفاوضات غير مثمرة وإلى آخره. لكن كان هناك يعني موقف لصحفي معروف أبي سخاروف، قال هذه طلقة فارغة، في نهاية الأمر إسرائيل لا تحتاج إلى هذه القذائف الثقيلة في الوقت الحاضر، إنما تحتاج إلى قذائف دقيقة، صواريخ دقيقة، إلى قذائف دقيقة، وهذا ما تريده أن تقدمه أمريكا، وقدمته أمريكا في السابق وما زالت يعني تقدمه. بالأمس كان هناك مقال لمعلق عسكري إسرائيلي يوسي ميلمان، قال إنه أمريكا قدمت لإسرائيل منذ 7 من أكتوبر 370 حمولة طائرة وصلت إلى إسرائيل، 370 طائرة محملة بالذخائر، ووصلت أكثر من 60 سفينة، وربما وصلوا إلى 75 سفينة محملة بالذخائر. إذن ما قدمته أمريكا لإسرائيل غير مسبوق، غير كل هذا من أجل قطاع غزة هذا الصغير. إذن ولا ننسى صفقة 25 طائرة F-35. إذن ما تقدمه أمريكا بالفعل لا يتناسب مع هذا التصريح الذي لفت الأنظار، ولكن ليس بالثقة المطلوب. المطلوب من أمريكا أن تقول كلاما واضحا أن إسرائيل هي التي تتحمل مسؤولية فشل المفاوضات. طالما لم تقل ذلك لن يكون هناك انعكاس حقيقي للموقف الأمريكي على إسرائيل. واضح أن أمريكا تريد وقف الحرب، ولكن إذا تقدمت أي دولة من الدول إلى مجلس الأمن الآن لاتخاذ قرار في وقف الحرب، إلزام إسرائيل بوقف الحرب، هل ستقف أمريكا مع القرار أم أنها ستتخذ موقف الفيتو؟ هذا هي الامتحان لأمريكا. وربما الولايات المتحدة الآن سيد يعني أليف تريد إنهاء هذه الحرب بأي طريقة، وهذا ما يقوله كثيرون، لأن يعني تطويل أمد هذه الحرب أو إطالة أمدها سيكون سلبيا على الولايات المتحدة التي تقبل على انتخابات. نعم هذا صحيح، الإدارة الأمريكية تريد إيقاف هذه الحرب، ولكن بالفعل في الممارسة تقدم لإسرائيل كل الذخائر المطلوبة وأكثر من المطلوب، علها تسترضي إسرائيل وتقبل إسرائيل بذلك. بنيامين نتنياهو لا يريد إيقاف هذه الحرب، وقالها منذ 7 من أكتوبر لغاية الآن وهو يقول ذلك، وقال أكثر من هذا، قال إسرائيل تسير في مسارين، قبل شهر قال ما في مسار عسكري وله أهدافه العسكرية 1-2-3 وكررناها 1000 مرة، ومسار سياسي بمعنى المفاوضات، وقال حرفيا نحن نسير في مسار المفاوضات من أجل كسب الوقت والدعم بهدف تحقيق الأهداف العسكرية. يعني المفاوضات بالنسبة له هي وسيلة ليس لإيقاف الحرب وإنما لتحقيق أهداف عسكرية، لذلك هو لا يريد لهذه المفاوضات أن تنتهي، لا يريد الحرب أن تنتهي، ولا يريد أن يوافق على أي شيء،
بالماضي يعني في هذه خلال الأشهر السبعة وافق على هدنة وسرعان ما تراجع عن استمرار هذه الهدنة. صحيح تحرر عدد من الأسرى الإسرائيليين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، نعم، ولكن ما أن انتهت الهدنة حتى أوقف أي إمكانية لاستمرارها بقصد. الآن يعني الكل يعرف أن إسرائيل وافقت على هذه الصيغة من الصفقة قبل 10 أيام، وحتى على التعديلات وافقت أمريكا، وبعض الأطراف الإسرائيلية كانت تعلم بالتعديلات. نعم، الأخيرة. اسمح لي سيد أليف فقط أن أقف، اسمح لي أن أقف عندما قلت يعني عن نتنياهو الذي لا يريد إنهاء هذه الحرب. أيضا يعني صحيفة دعاية أحرنوت تحدثت عن مسؤولين إسرائيليين قالوا بأن هناك حديث عن تستمر هذه الحرب لمدة عام. يعني السؤال هنا، إلى أي مدى أساسا من الممكن أن تتحمل إسرائيل هذه الحرب وتكلفتها، خاصة قطاعات التي تضررت بالفعل منذ 7 أشهر، يعني منذ 7 أكتوبر إلى اليوم نرى تهالك في القطاعات المختلفة في إسرائيل. هذا صحيح أيضا، ولكن إسرائيل في هذه الحرب غيرت استراتيجيتها العسكرية، كل نظريتها الأمنية في هذه الحرب تغير، انتقلت مقابل الفلسطينيين على الأقل، انتقلت من حرب ردع إلى حرب حسم. نتنياهو يريد بهذه الحرب حسم الصراع، إنهاء الصراع حسب الحسم العسكري مع الشعب الفلسطيني. هو لا يريد، هو وكل حكومته لا يريدون أن يبقى هناك يعني أي كيان فلسطيني، أي وجود فلسطيني، أي شكل من أشكال الحكم الفلسطيني. لذلك نتنياهو لا يريد وقف هذه الحرب وأن تنتهي بعملية ردع أو باستراتيجية ردع، هو يريدها أن تنتهي بإنهاء الحق الفلسطيني. هذا ما يريده نتنياهو. صحيح أنه لن يستطيع، وكل التقديرات اليوم تتزايد بأن هذا لن يحصل، لا على المستوى يعني الفلسطيني، ولا على المستوى العربي، ولا على مستوى حتى على المستوى الدولي، لا يعني يعطون نتنياهو أي دعم لهذا الموقف، وإنما يقولون هذا أوهام، لا يمكن الوصول إلى هذه النتيجة التي تريدها. طيب، في هذا السياق اسمح لي أن أسأل سيد أليف، يعني مواقف الولايات المتحدة، تصريحات بايدن قبل ساعات، وأيضا موقفها من تعليقها لشحنات القنابل المتفجرة التي كانت سوف ترسلها إلى إسرائيل، هل هذه تأتي وفقا لرغبة حقيقية نابعة اليوم من واشنطن لإنهاء هذه الحرب، أم هي فقط لامتصاص الغضب الأمريكي الذي ينفجر اليوم في شوارع الولايات المتحدة المختلفة؟ يعني صحيح أنا لا أنكر أن هناك رغبة أمريكية في بيت أبيض لإنهاء هذه الحرب، ولكن في الممارسة هناك ظروف، والظروف يعني الغالبية في الكونغرس لا يريد وقف الحرب. البيت الأبيض يرى يعني أمام انتخابات، وانتخابات هامة جدا، وبايدن في هذه الانتخابات يعني لا يحقق إنجازات كبيرة بالذات بسبب هذه الحرب، لذلك هو يريد أن يوقفها. إذن في ظل هذه الحرب هو يستقطب جهات مختلفة. اليوم هو يقدم لإسرائيل 26 مليار دولار، هذه لا يقدمها على شكل أموال، هو يقدمها على شكل أسلحة، وقال ذلك، هذه الأموال ستبقى في أمريكا، ستذهب إلى المجمع الصناعي العسكري. إذن هو يريد أن يكسب بتقديم هذه الأسلحة، أن يكسب المجمع الصناعي العسكري إلى جانبه في الانتخابات، وهو يكسبه في حقيقة الأمر. إذن من ناحية هو يريد أن يوقف الحرب، من ناحية أخرى ويعمل على الانتصار في الانتخابات، فالانتصار في الانتخابات يتطلب أن يستمر الدعم العسكري لإسرائيل، والدعم العسكري لإسرائيل يعني عدم وقف الحرب. كل هذه يعني التناقضات في حياة بايدن، في سلوك بايدن، في أهداف بايدن، وفي يعني الممارسة المختلفة عن التصريح، تجعل الأمر يقول بأنه يريد في الوقت الحاضر امتصاص الغضب الشعبي
إن كان في أمريكا أو إن كان في أوروبا، ولكن امتصاص الغضب الشعبي قد يحصل فترة قصيرة وتتكشف فيما بعد الأمور، فلا يكسب شعبيا، ربما يكسب بمجمع الصناعي العسكري، ولكنه لا يكسب شعبيا.